أوروبا إلى أين إذا وصل ترامب للحكم مرة ثانية؟ لمزيد من التفاصيل والحديث والتحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين الدكتور عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي. أبدأ معك بهذا العنوان الرئيسي، ما الذي تخشى أوروبا إذا وصل ترامب للحكم مرة ثانية؟ صباح الخير لك وللسادة المشاهدين في كل مكان وفي مصر الحبيبة طبعا بشكل أساسي. في الحقيقة كما تفضلتم في التقرير، طبعا هنالك مخاوف كثيرة في حال وصل ترامب للسلطة في الانتخابات القادمة. المخاوف حقيقة تتعلق بأكثر من بعد، أولا البعد الأمني، وكما يعرف الجميع أمن أوروبا حتى الآن متعلق أو ربما مرتبط بشكل أساسي بحلف الناتو، وحلف الناتو حتى الآن واضح أنه مسيطر عليه ومسيطر على القرار الأمني فيه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأوروبا لطالما نوهت واعترضت على أن أمريكا تتعاطى وتتعامل مع حلف الناتو على أنه مؤسسة أمريكية، وبأن أمريكا تجير هذا الحلف لصالح أجندات أمريكية لا تتوافق دائما مع المصالح الأمنية، دعينا نقول على الأقل الأوروبية، وهذا كان واضح جدا ربما في الحرب الأوكرانية. وعلى عكس ما ربما يحاول يعني الأمريكان وحتى القادة الغربيين إظهار بأن هنالك وحدة ويعني تماسك في قيادة الناتو حول الرؤى الأمنية والعسكرية وحتى السياسية والاقتصادية، إلا أن الواقع الحالي هو مختلف تماما، وبالتالي هنالك تباين في الأجندات. وترامب إذا وصل كما قال وصرح مرارا وكما حتى كان يتصرف في حقبته السابقة، كان يتعاطى أيضا بمنطق أنه من يريد أن يستعمل حلف الناتو للدفاع عنه وعن بلاده وعن مصالحه يجب أن يدفع الأموال، لذلك أمريكا ليست جمعية خيرية، وبأنه يريد أيضا حتى حل حلف الناتو، ولذلك من البعد الأمني لا شك أن هنالك مخاوف كبيرة. طيب، هل بالفعل من الممكن أن تغير أوروبا من سياستها الدفاعية التي تسير على خطى الولايات المتحدة إذا وصل ترامب للرئاسة؟ يعني بالتالي يتغير أو يغير هذا من معادلة الصراعات الدائرة في العالم والتي تتداخل فيها بالطبع المصالح الأوروبية؟ يعني بشكل أو بآخر أعتقد أن الأمور تسير في هذا الاتجاه. يعني أوروبا منذ قبل يعني حرب أوكرانيا إذا كنا نذكر، وحتى في حقبة ترامب تعالت الأصوات وبشكل كبير جدا لتشكيل قوة عسكرية أوروبية مستقلة عن حلف الناتو. وأيضا يعني هذا الأمر لم يعد فقط، بل كان هنالك فعلا خطوات عملية، وقد يعني شكلوا ربما اللبنة الأساسية، هنالك قوة مشتركة تعدادها ربما يصل إلى 10. هل تسمعني؟ هل ما زلت معي دكتور عبد المسيح؟ تم إيقافها بضغوطات أمريكية. تفضل، يعني ربما آخر جملة لم أسمعها جيدا. كما قلت ان يعني هذا الواقع الحالي يسير بهذا الاتجاه، انفصال اوروبا عن الناتو وعن امريكا في القرار الامني بشكل او باخر، والرغبه الاوروبيه بتشكيل تحالف عسكري او قوه عسكريه مستقله اصبح امر واقع وهو مطروح منذ سنوات طويله، وخصوصا في فتره ترامب السابقه، وهنالك فعلا هناك لبنه اساسيه قد تشكلت، هنالك يعني مجموعه او نواه للقوه العسكريه تعدادها ربما 10,000 جندي موجوده الان بشكل او باخر، واعتقد ان هذا الامر سوف يتعزز بشكل كبير جدا، وهذا الامر ايضا رسخته التناقضات بالتوجهات وبالمصالح في الحرب الاوكرانيه، وبالتالي اعتقد ان هذا التوجه قائم بشكل او باخر. اوروبا لم تعد قادرة أولا على تمويل الناتو كما تريد أمريكا، ووفقا أيضا للأجندات الأمريكية التي لا تصب دائما في مصلحة
الأوروبيين، وبالتالي هذا التوجه فعلا أصبح قائم. وأنا سأذهب أو أرجع معك بعض السنوات إلى الوراء، تحديدا في الوقت الذي وصل فيه ترامب عام 2016 كان هناك نهوض لليمين المتطرف في أوروبا أيضا. هل من الممكن أن تمثل عودة ترامب عودة جديدة أخرى للقوى السياسية اليمينية، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا وغيرها من الدول برأيك؟ يعني على ما اذكر في ذلك الحين كنت انا منسق للعلاقات العربيه الالمانيه في البرلمان الالماني، وهو يعني الفتره التي شهدت يعني صعود اليمين الالماني على سبيل المثال حزب البديل الى البرلمان الالماني. بكل الاحوال اعتقد ان ترامب يشكل عراق يعني، او اذا لم يكن رمز لليمين او للسياسات او الاحزاب والتوجهات الشعبويه في العالم. واعتقد ان هنالك كان علاقات قويه جدا بين حزب اليمين على سبيل المثال وترامب ويعني اداره ترامب. اعتقد ان مجيء ترامب الى السلطه في امريكا اذا حدث سوف يشكل قوه او يعني عامل دفع ودعم كبير للقوى اليمينيه بشكل او باخر في اوروبا وفي كثير من دول العالم. وطبعا ترامب هو ايضا من اطلق كثير من المواقف وتبنى كثير من المواقف بالعوده الى الداخل الى السياسات القوميه والسياسات ومصلحه امريكا فوق كل المصالح، وهذه هي الشعارات التي ينفعها اليمين بشكل او باخر. وضحت الصوره دكتور. الواقع فعلا يمكن ان يؤدي الى يعني صعود اليمين مره اخرى في اوروبا بشكل عام. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد المسيح الشامي استاذ العلاقات الدوليه والمحلل السياسي، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك.